السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هيكون معدنا مع حلقة جديدة من برنامجكم الكربولة. حلقة النهاردة هتتمحور حوالين سؤال بيتكرر كتير، وهو اصدق مين، الابكس لوكيتور ولا الراديوجراف؟ مين ادق في تحديد الوركن لينس وليه؟ طيب انا خلصت شغل وبعد ما صورت لقيت نفسي شورت 2 ملي ولا 1 ملي، مع ان الابكس لوكيتور كان بيقول ان القرايات بتاعتي صحيحه. طب مين ادق، استغنى عن الاكس راي ولا ما استغناش عن الاكس راي؟ اسئله كتير بتطرح في النقطه دي، ولكن قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نوضح بعض النقاط اللي جايز تكون غايبه عن بعض الاطباء وبالتالي بيحصل اللغط واللخبطه دي. اولا انا لازم اعرف ان في فرق ما بين التوس لينس وما بين الوركن لينس. طيب التوس لينس هو طول السنه من الريفرنس بوينت سواء انسايزال ايدج او كاسب تيب لحد الراديوجرافيك ايبكس او الاناتوميكال ايبكس اللي هو الذروه بتاعت السنه اللي انا بشوفها على الاكس راي او اللي بشوفها لو انا ماسك السنه اكستراكتد في دي. طيب على العكس بقى الوركن لينس هو الطول بتاعي من اول برضو نفس الريفرنس بوينت سواء كاسب تيب او انسايزال ايدج لحد الماينور فورامين او الابيكال كونستريكشن. طب هي ايه الماينور فورامين؟ هي اضيق جزء ربنا خلقه في القناة ونهاية البالب تيشو بيكون عنده، وهي برضو نقطة التقاء السمنتم بالدنتين واللي المفروض بنهي البريبريشن بتاعي عندها. طيب لو جينا بقى بصينا على الابيكال سيرد بتاع اي توس هنلاقي ان في 3 نقاط هنرقمهم 1 2 3. رقم 1 الاناتوميكال او الراديوجرافيك ايبكس، ودي اللي انا بشوفها على الاكس راي. رقم 2 الابيكال فورامين، ودي نهاية القناة العصبية او نقطة التقائها مع البريدونشيم، والماينور فورامين ودي نهاية البالب سبيس. طيب هل الابيكال فورامين هياها الراديوجرافيك ايبكس؟ لا اطلاقا، لان الابيكال فورامين في حالات كتير بتكون فاتحه لاترالي، ما بتكونش فاتحه ايبيكالي على الابيكال فورامين بالظبط، بتكون ديفييتد لاترالي منها. طب نسبه الديفييشن دي قد ايه؟ دي اكتر من 50% من الاسنان بيحصل فيها ديفييشن. طيب الديفييشن ده بيكون كام ملي تقريبا؟ الابحاث بتقول ان الافريج بتاعه من 3.10 ملي ل6.10 ملي. طب ده الافريج النورمال. طيب في حالات شاذه كمان ممكن يوصل فيها ل2 ملي و3 ملي نسبه الديفييشن او نسبه البعد ما بين الراديوجرافيك ايبكس والابيكال فورامين. طيب هل انا بنهي بريباريشن عند الابيكال فورامين؟ لا اطلاقا، انا بعد ما باخد قرايه الزيرو زيرو على الابيكس لوكيتور انا ببدا اخد نفسي او اسحب نفسي جوه اليوم بتاع القناه شورت نص ملي. طب ليه بعمل كده؟ لان نسبه البعد ما بين الابيكال كونستريكشن تقريبا من نص ملي ل7.10 ملي، وبرضه في حالات تانية ممكن تبقى ابعد من كده، ممكن توصل لحد 1 ملي ما بين الماينور فورامين والميجور فورامين او الابيكال فورامين. طيب وانس ان انا خلاص اصبح مترسخ في ذهني الثلاث نقاط دول وبعدهم وانا المفروض انهي بريبريشن فين، يبقى ما هوش غريب ابدا ان انا بعد ما اخلص البريبريشن بتاعي جوه القناه اجي اصور اكس راي في بعض الحالات الاقي نفسي الجتابركه مش فلاش على الايبكس بالظبط في الاكس راي. ولو صورت الاكس راي بتاعتي بلاترال فيو زي ميزيال او ديستال شيفت هلاقي ان في اغلب الحالات دي واضح جدا ان الايبكس ديفييتد او رايحه في اتجاه تاني، لان قلنا ان فيلم الاكس راي بتاعي بيظهر تو دايمنشنز بس في السنه، ولكن في بعد ثالث انا مش واخد بالي منه. البعد الثالث ده ممكن اشوفه بشيفت واشوف تفاصيل اكتر. طب انا هقدر امتى اخد كل راديوجراف مره بدايركت فيو ومره بشيفتد فيو؟ لما يكون عندي ديجيتال اكس راي او سنسور بيسهل عليا المسؤوليه دي. طيب لو انا ما عنديش، يبقى كل خطوه وانت بتصور اكس راي تاخد الاكس راي بفيو او بشيفت مختلف. يعني مثلا البري اوبرتيف راديوجراف بمنظر، الانيشال فايل مثلا ميزيال شيفت،
والماستر كون بشيفت ثالث او شيفت اكبر شويه، يبقى انا بحاول اخد اكبر قدر من التفاصيل اللي ظاهره جوه القناه. طيب هل الابكس لوكيتور يغني عن الاكس راي؟ اجابه قاطعه لا. الابكس لوكيتور بيستخدم في تحديد الورك لينس ومور اكيوريت ان ورك لينس ديترمينيشن، ولكن الاكس راي لها استخدامات اخرى مهمه جدا، ليها اناليتيكال فاليو، ليها دايجنوستيك فاليو، ليها كونفيرمتيف فاليو في نهايه العلاج، وكمان بستخدمها كدوكيومنتيشن للحاله. اذا ده ما يغنيش عن ده، ولكن كل حاجه ليها استخدامها. طيب اتاكد ازاي ان الابكس لوكيتور بتاعي شغال صح؟ قلنا ان انا بعد ما بشتري الابكس لوكيتور بتاعي واتعود على الشغل بيه واصور وراه مره واثنين وثلاثه بالاكس راي لحد ما اخد المهاره بتاعه الجهاز اللي معايا، لان كل جهاز بيحتاج انك تتدرب عليه فتره او انك تاخد مهاره الشغل عليه، وده ما بيحصلش في يوم وليله، وخلاص انت متاكد وواثق في الجهاز اللي معاك وعارف ان انت بمهارتك او عندك القدره على استخدامه وانك تجيب بيه ورك لينس مظبوط، هيفضل بس خطوة الترابل شوتينج اللي بعملها في اول كل مرة قبل ما ابدأ اشتغل بالابيكس لوكيتور. وهسيب لكم في الديسكريبشن رابط لفيديو من الفيديوهات القديمة بتاعتنا اللي كنا بنشرح فيها خطوة الترابل شوتينج اللي بعملها كل يوم علشان اتاكد ان الابيكس لوكيتور بتاعي ريدي عشان استخدمه مع المريض. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها، وما تنسوش تدعمونا بنشر الحلقات بتاعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بيكم، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد من الكربولا اول باول. نشوفكم ان شاء الله في حلقه تانية من برنامجكم الكربولا. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.